بسم الله. في البداية كده أعرفكم بنفسي الأول، أنا اسمي مس همت من أكاديمية عايد للتدريب. النهاردة بإذن الله هناخد محاضرة خفيفة ولطيفة، هتتكلم أو بتتكلم عن What would you say in these situations؟ هتقول إيه في المواقف دي؟ هناخد النهاردة بإذن الله موقفين، اللي هما لو مثلاً أنت عايز تعمل اقتراح، يا ترى هتقول إيه علشان تقترح حاجة على شخص؟ أو لو حد بيقترح عليك حاجة هترد عليه تقول له إيه؟ يبقى عندنا هنا أول جزئية في المحاضرة بتتكلم عن إزاي نعمل اقتراح وإزاي نرد عليه. الموقف الثاني اللي إحنا هنتكلم فيه اللي هو لو حد بيسألك عن رأيك في حاجة هترد تقول إيه؟ طيب دلوقتي هنتعلم أو هناخد أول موقف Making and responding to suggestions، عمل اقتراحات والرد عليها. لو أنت عايز تقترح حاجة هتقول إيه؟ أو لو حد بيقترح عليك حاجة برضو أنت هتقول إيه في المواقف دي؟ في البداية كده هنعمل حاجة زي warm up. يعني إيه warm up؟ يعني هنسخن كده قبل ما ندخل المحاضرة. هنا في عندنا conversation ما بين اتنين، ما بين أحمد وما بين علي. أنا بس في البداية كده أنا هقرأ المحادثة، وبعد كده في اتنين هيتطوعوا أو يرفعوا إيديهم علشان هم كمان يقرأوا المحادثة دي. طيب يبقى في أول session أو أول جزء عندنا دلوقتي اللي هنبتدي فيه إن أنا هقرأ المحادثة ونركز كويس جداً، وفي اتنين اي اتنين عايزين يقرأوا يرفعوا ايديهم وانا هختار. اوكي، قلنا احمد وعلي بيتكلموا مع بعض. احمد بيقول tomorrow is friday finally it's the weekend، بكره الجمعه اخيرا خلاص ده الويكند بعطله نهايه الاسبوع. علي رد عليه وقال له yeah let's meet tomorrow، تمام يلا نتقابل بكره. أحمد تاني رد عليه وقال له that sounds good، يعني هذا جيد. What shall we do؟ ماذا يجب أن نفعل؟ طب نعمل إيه؟ علي قال what about going to the cinema and watching a movie؟ إيه رأيك أو ماذا عن الذهاب للسينما ومشاهدة الفيلم؟ أحمد رد عليه وقال له that's a good idea، فكرة كويسة. How can we go to the cinema؟ إزاي نروح السينما؟ أحمد رد عليه وقال له Why don't we take the bus؟ ليه ما نركبش الباص؟ علي Not bad، يعني فكرة مش سيئة. Let's meet at 7، يلا نتقابل الساعة 7. أحمد رد عليه وقال له Okay see you tomorrow، تمام أشوفك بكرة. هنا قلنا محادثة، ملناش دعوة دلوقتي اللي بالألوان ده أو هم بيقولوا إيه، أنا بس دلوقتي عايزة اتنين يقرأوا المحادثة دي. طيب في عندنا مارو رفع إيده، عايزين حد كمان. مين تاني يعمل المحادثة دي مع مارو؟ اوكي خلود. يبقى دلوقتي مارو وخلود اللي هيتكلموا، أو حد هياخد دور أحمد وحد هيقول أو هياخد دور علي. اوكي افتحوا المايك. Tomorrow is Friday. Finally, it's the weekend. Okay. Yeah, it is meet tomorrow. Let's meet tomorrow. Okay. That sounds good. What shall we do? Okay. What about going to the cinema and watching a movie? That's a good idea. How can we go to the cinema? Why don't we take the bus? Not bad. It is meet at 7. Okay, see you tomorrow. Perfect. Perfect. Maru وخلود. Good. Excellent. Okay, يبقى احنا عندنا هنا اول conversation اللي قام بيها مارو وخلود. في عندنا كمان conversation تانية، عايزين اتنين تانيين يشاركوا. برضو هنقرأ بس وبعد كده هنشرح المحادثات دي بتتكلم عن ايه. في المحادثه الثانيه لميا وعلا بيتكلموا. اوكي لميا بتقول I feel bored، انا اشعر بالملل.
What shall we do this afternoon? يعني ماذا يجب أن نفعل بعد الظهر؟ علا, how about going to the mall? إيه رأيك؟ أو ماذا عن الذهاب إلى المول؟ لميا, I don't feel like it. يعني أنا ما عنديش رغبة إن أنا أروح المول. علا, okay. What about going out and playing tennis? طيب ماذا عن إن إحنا نخرج ونلعب تنس؟ لم يردت وقال لها I'd love to, but it's very hot outside. بتقول أنا حابة إن أنا ألعب التنس ولكن الجو حر في الخارج. Why do we read any adventure story? طيب ليه ما نقرأش أي قصة؟ يعني قصة عن مغامرات. علا قالت لها maybe some other time. There is a new film on TV. Let's watch it. علا قالت لها ربما في وقت آخر في فيلم جديد موجود على التلفزيون أو بيتعرض على التلفزيون, يلا نشوفه. لم قالت لها not bad, turn on the TV. قالت لها فكرة مش سيئة, يلا نشغل التلفزيون. عايزين اتنين يعملوا المحادثة. okay. في عندنا هنا حمد ورزان. اوكي يا حمد, فين حمد؟ افتحوا المايك, كل اللي عليكم بس هتضغطوا على المايك. فين حمد؟ اوكي ورزان. اوكي يا حمد فين؟ ما يفتح. اوكي لحظة هطلب منك ان انت تفتح, اضغط على ايقونة المايك من تحت. ممكن اشارك؟ اوكي يمنى. تمام خلاص, يبقى يا حمد هنفتح يعني في مشاركة كتير النهاردة, فممكن بس على ما تظبط المايك. في عندنا رزان ويمنى. اوكي Hey, hi. أبدأ. تفضل يا رزان. I feel bad what shall we do this afternoon? Perfect. Okay. يمنى. How about going to the mall? I didn't feel like it. I don't feel like it. Okay. Yumna? Okay. What about going out and playing tennis? Perfect. I'd love to, but it is very hot outside. Outside. Okay. We read on any adventure story. Okay. Maybe some other time there is a new film on TV. Let's watch it. Perfect. Then not bad. Turn on the TV. Okay, perfect, Razan and Yuna. Excellent. Okay. يبقى احنا هنا بدأنا بتو conversations. طيب نرجع كده بقى للمحادثة الأولى, وهنلاقي فيه عندنا كده ألوان, لون أحمر ولون عندنا اللون الأزرق. دول عبارة عن إيه؟ المحادثة الأولى بتتكلم عن مين اللي بيقترح الأول؟ علي بيقترح حاجة أو بيقترح شيء, وأحمد بيرد عليه. في المحادثة الأولى كاملة, لما علي بيقترح حاجة أحمد بيوافق على الكلام بتاعه. طيب نرجع كده تاني ونقرأ واحدة واحدة ونفهم. هو دلوقتي بيقول إيه؟ Tomorrow is Friday, بكرة الجمعة. Finally it's the weekend, أخيرا ده الويكند. علي رد عليه وقال له Yeah, let's meet tomorrow. يعني إيه let's meet؟ let's meet بمعنى هيا نتقابل أو لنتقابل غدا. هنا هو بيقترح عليه إن هم يتقابلوا بكرة.
طيب يبقى احنا عندنا هنا اول شكل من اشكال الاقتراح كلمه مين؟ كلمه let's، او الكلمه عندنا اسمها let's، وبيجي بعدها الفعل في المصدر او الفعل المجرد اللي هو بدون اي اضافه. let's meet، let's play، let's watch. يبقى هنا لو انتوا عايزين تقترحوا اي حاجه اول كلمه ممكن تستخدموها اسمها let's وبعدها الفعل في المصدر. طيب علي اقترح عليه وقال له let's meet tomorrow، هيا او لنتقابل غدا. احمد رد عليه وقال له ايه؟ that sounds good. يعني ايه that sounds good؟ يعني هذا جيد او بفكره كويسه. يبقى انا لو هوافق على الاقتراح اللي الشخص قدامي بيقوله فانا ممكن ارد عليه واقول له that sounds good. وبعد كده احمد اقترح عليه حاجه تانية، what shall we do؟ ماذا يجب ان نفعل؟ هنا ام علي رد عليه وقال له what about going to the cinema and watching a movie؟ ماذا عن الذهاب للسينما ومشاهده فيلم؟ برضو هنا شكل من اشكال الاقتراح اسمه what about، وبيجي بعدها verb ing، فعل مضاف ل ing. what about going؟ What about studying? What about watching? يبقى لحد دلوقتي إحنا خدنا شكلين من أشكال الاقتراح. أول شكل كلمة let's. تاني شكل what about، ولكن let's بيجي بعدها المصدر، إنما what about لازم بعدها verb ing. طيب لما علي اقترح عليه إن هم يروحوا السينما ويشوفوا فيلم، أحمد رد عليه وقال له That's a good idea، فكرة كويسة، يعني برضو وافق على الاقتراح بتاعه. يبقى احنا لحد دلوقتي عندنا طريقتين للموافقة لو حد بيقترح عليك حاجة وانت موافق، يا إما هتقول له That sounds good أو That's a good idea. طيب نكمل. علي قال له How can we go to the cinema؟ كيف نذهب للسينما؟ أحمد قال له Why don't we take the bus؟ لما لا نركب الباص؟ ده ثالث شكل من أشكال الاقتراح. تعبير اسمه Why don't we؟ وبعدهم الفعل في المصدر، يعني الفعل المجرد. Why don't we؟ برضو علي وافق على الكلام بتاعه وقال له Not bad، يعني فكرة مش سيئة، يعني موافق. Let's meet at 7، يلا نتقابل الساعة 7. يبقى احنا في المحادثة الأولى خدنا ثلاث أشكال للاقتراح وخدنا ثلاث إجابات للموافقة على الاقتراح. أول شكل من أشكال الاقتراح كان اسمه Let's، Let's زائد المصدر. تاني شكل What about، وبيجي بعد verb ing، What about going، What about playing. الشكل الثالث Why don't we زائد الفعل المجرد. Why don't we study؟ Why don't we watch TV؟ طيب بالنسبة بقى لو انت هتوافق على الاقتراح، برضو خدنا ثلاث كلمات بنستخدمهم لو احنا موافقين على الاقتراح. أول كلمة That sounds good، That's a good idea، Not bad. طيب نرجع هنا، ده أو دي هي القاعدة اللي احنا مطبقين عليها المحادثة بتاعتنا. Making suggestions، How to make a suggestion، يعني كيف تعمل اقتراح. في هنا عندنا الكلمات اللي احنا ممكن نستخدمها لو أنا عايز اقترح شيء. الكلمة الأولى قلنا let's زائد infinitive. Infinitive يعني الفعل في المصدر، الفعل المجرد. Let's زائد المصدر. الكلمة التانية اللي ممكن نستخدمها What about زائد verb ing، وزيها How about زائد verb ing. What about، How about، الاتنين بعدهم verb ing. التعبير الرابع Why don't we، لما لا، Why don't we، وبعدهم الفعل في المصدر. الشكل الخامس Shall we، Shall we. وآخر شكل عندنا من أشكال عمل الاقتراح Would you like to، Would you like to بمعنى هل ترغب فيه. Would you like to watch TV،
هل تريد إنك تتفرج على التلفزيون؟ نركز في اللي إحنا بنقوله، لأن دلوقتي هيكون كمان شوية في إكسرسايز ومطلوب منكم إنكم تعملوا اقتراح، وحد هيرد عليه سواء إن هو موافق أو سواء إن هو بيرفض الكلام ده. يبقى تاني، إيه هي أشكال عمل الاقتراح؟ مين ممكن يقولهم؟ INF اختصار لإنفينيتيف، يعني الفعل في المصدر. الفعل في المصدر اللي هو الفعل المجرد. طيب يا حمد، هندي بقى دور لسه ما جاوبوش. اوكي يلا يا حمد، لو المايك زبط معاك قول لي الاشكال بتاعت عمل الاقتراح. السلام عليكم. وعليكم السلام يا حمد، نعطيك العافيه. اللي هو الميكينج سجستشنز، اللي هو ليتس بلس اللي هو انفيرماتيف اند وات اباوت انفينيتيف and okay. What about plus verb and ing؟ yes. التصريف اللي بعده اللي هو how about plus verb and ing؟ perfect. and we don't we plus اللي هو infinitive. okay. shall we plus infinitive and we would you like to plus infinitive. perfect. and okay تمام. okay perfect. يبقى احنا دلوقتي، طيب في عندنا جنى. اوكي يا جنى، ممكن تقوليهم تاني how to make a suggestion؟ طيب ممكن ناخد الجزء التاني. احنا دلوقتي عرفنا how to make a suggestion، ازاي نعمل اقتراح. طيب دلوقتي بقى لو عايزين نوافق، حد عمل اقتراح واحنا موافقين عليه، how to agree، ازاي توافق على الاقتراح. اول كلمه عندنا اسمها that sounds good. that sounds good يعني هذا يبدو جيد. بعد كده الكلمه الثانيه that's a good idea، دي فكره كويسه. not bad يعني ليس سيء. yes I'd love to، ايوه انا احب اعمل الحاجه دي. يبقى لو احنا موافقين عندنا أربع كلمات: that sounds good, that's a good idea, not bad, yes I'd love to. أوكي، مين حابب يقول لي الكلمات اللي بنستخدمها لو إحنا موافقين على الاقتراح؟ مين تاني عايز يشارك؟ أوكي، دكتور محمد. اوكي تفضل. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله. للموافقه نستخدم that sounds good. اوكي. او that's a good idea. اوكي. or not bad. or I would love to. perfect. excellent. صحيح. تمام. اوكي. that sounds good. that's a good idea. not bad. yes I'd love to. اوكي يا ندى. اوكي. That sounds good. That's a good idea. Not bad. Yes, I'd love it. I'd love to. Perfect, Yanada. Yes. طيب يبقى دلوقتي المحادثة الأولى كلها بتتكلم عن إزاي نوافق على الاقتراح. طيب يلا نشوف المحادثة الثانية. هنا محادثة ما بين مين؟ لميا وعلا. لميا بتقول I feel bored، أنا أشعر بالملل. What shall we do this afternoon؟ ماذا يجب أن نفعل بعد الظهر؟ نعمل إيه؟ علا قالت لها How about going to the mall؟ هنا أهو استخدمنا شكل من أشكال عمل الاقتراح. How about زائد verb ing؟ ماذا عن الذهاب للمول؟ لميا قالت لها I don't feel like it، يعني I don't feel like it، يعني أنا ما عنديش رغبة. طبعا المحاضرة مسجلة، تقدروا ترجعوا لها في أي وقت ثاني. هنا لميا قالت I don't feel like it، يعني أنا لا أشعر بالرغبة، مش عايزة أروح المول. يبقى هنا هي بترفض. المحادثة الثانية كلها إزاي نرفض اقتراح. I don't feel like it. علا قالت لها okay
What about going out and playing tennis? طيب ماذا عن إن إحنا نخرج ونلعب تنس؟ لم يردت عليها برضو وقال لها I'd love to but أنا يعني عايز ألعب تنس ولكن هنا طبعا هتقول إنها مش موافقة but it's very hot outside ولكن الجو حر برا فهنا برضو لو عايزين نرفض الطلب ممكن نقول I'd love to but وبعد كده أقول الحجة بتاعتي أو العذر بتاعي فقامت لميا هي اللي عملت الاقتراح المرة دي Why don't we read any adventure story? لما لا نقرأ قصة عن مغامرة؟ علا قالت لها maybe some other time ربما في وقت آخر يعني نقرأ القصة دي بعدين There is a new film on TV في فيلم جديد موجود أو بيتعرض على التلفزيون Let's watch it يلا نشوفه لميا خلاص بقى في الآخر وافقت وقالت لها not bad يعني فكرة مش سيئة Turn on the TV يلا نشغل التلفزيون نبص هنا في المحادثة فين أشكال عمل الاقتراح وفين أشكال الرفض عمل الاقتراح How about verb ing What about verb ing Why don't we زائد الفعل في infinitive infinitive اللي هو المصدر ورابع شكل let's watch let's زائد infinitive طيب هي اقترحت لم يرفضت ازاي نرفض اقتراح اول شكل I don't feel like it I don't feel like it انا ما عنديش رغبة بالحاجة دي تاني شكل I'd love to but انا عايزة ولكن وهبدأ ادي العذر بتاعي الشكل التالت Maybe some other time. Maybe some other time يعني ربما في وقت آخر. طيب ننزل تحت في القاعدة بتاعتنا. هنا بنتكلم عن مين reject أو الرفض. لو أنا عايز أرفض اقتراح قلنا أول كلمة I don't feel like it. أو that's a bad idea يعني فكرة سيئة. إحنا كنا لما بنوافق بنقول that's a good idea فكرة كويسة. طب لو إحنا هنرفض هنقول That's a bad idea فكرة سيئة الشكل الثالث Maybe some other time ربما في وقت آخر بعدين وآخر كلمة I'd love to but أنا أود ذلك ولكن وبعد كده أكمل بالعذر بتاعي هذا ممكن؟ خلود؟ أيوة بس عندي ملاحظة هنا آخر شيء في الرف I إيش هذا اختصار لإيش I إيش اختصار لكلمة would هكتبها هنا تحت أهو اختصار لكلمة would شكرا عافية خلود ونكبرها عشان تبقى واضحة كلمة أو الفصلة أو الأبوستروف دي اختصار لكلمة would okay, طيب مين لسه؟ أوكي يا فواز ها. إيه هي أشكال رفض الاقتراح؟ لو عايزين نرفض هنقول إيه؟ يا فواز اتأكد إن المايك شغال عندك Yeah. معلش عادي أسأل أيوة تفضل يا رزان بات علاقة هل له علاقة بالرفض لأن من حقين التناقض بالضبط perfect يا رزان ممتازة صح كلمة بات فعلا كلمة بنستخدمها للتناقض فهي فعلا بنستخدمها للتناقض أو للرفض ممتازة يا رزان صح طيب كان في مريم مريم رفعت إيديها راحت فين أوكي طيب يا جنى بنستخدم مين علشان الرفض
المايك انا مفعلاه، كل اللي عليكم بس تضغطوا على المايك عندكم انتوا من تحت وهو هيفتح. طيب يا حمد اتفضل يا حمد. اوكي السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. أجر الرفض الريجكت بالضبط ريجكت. اوكي اللي هو I don't feel like it اللي هو الفير بعدين اللي هو انفينيتيف في الرفض صحيح. That's bad idea. Okay. Maybe some other time. Perfect. I would love to, but. Perfect يا حمد. تمام. يبقى احنا هنا ممكن نلخص القاعدة اللي احنا شرحناها فوق بس في الجدول ده. عمل الاقتراح قلنا let's زائد infinitive. What about زائد verb I in G? How about زائد verb I in G? Why don't we زائد infinitive اللي هو الفعل في المصدر. Shall we زائد infinitive. Would you like to زائد infinitive. طيب هنا لو أنا عايز أعمل اقتراح، طيب لو أنا موافق هوافق إزاي؟ أول شكل عندي that sounds good. That's a good idea. Not bad. Yes, I'd love to. لكن لو هنرفض الاقتراح اللي قدامنا هنقول I don't feel like it. That's a bad idea. Maybe some other time. I'd love to, but. وزي ما رزان قالت إن but تفيد التناقض، فعلشان كده إحنا هنستخدمها لمين؟ للرفض. Okay. طيب هنا في exercise. Your turn. يعني ده دوركو انتو. الإكسرسايز ده عبارة عن إيه؟ Choose one of these situations, make a suggestion and respond to it. يعني إيه؟ هنختار واحد من المواقف اللي قدامنا دي وبعدين make a suggestion يعني إحنا اللي هنكون اقتراح أو هنعمل اقتراح and respond to it وكمان إحنا هنرد عليه. يعني دلوقتي هختار حد هيعمل اقتراح ويا إما هيوافق أو هيرفض. إزاي؟ دلوقتي إحنا عندنا أول situation play football, watch TV, read a book, play video games, meet at 10. عايزين دلوقتي نعمل اقتراح على أول موقف اللي هو play football. عايزة أقترح إن إحنا نلعب كرة القدم. هنا أنا أديت المثال for example, what about playing football؟ ماذا عن لعب كرة القدم؟ الاقتراح هنا استخدمنا what about واستخدمنا بعدها verb ing what about playing. طيب أنا دلوقتي عملت الاقتراح وقلنا هنرد عليه يا إما موافقين أو مش موافقين. مثلا لو أنا هوافق أقول that's a good idea فكرة كويسة. طيب لو أنا مش موافقة ممكن أقول I am not sure يعني أنا مش متأكدة إن إحنا لازم نلعب كرة القدم. Okay. طيب هل لازم أستخدم what about؟ لا ممكن أستخدم let's وأقول let's play football. ممكن أستخدم how about وأقول how about playing football. ممكن أستخدم would you like to play football. أيوة المحاضرة مسجلة وهنلاقيها أو هيتبعت لكم الرابط على الجروب. طيب لو أنا موافقة هنقول that's a good idea أو I'd love to. طيب أنا مش موافقة هقول that's a bad idea أو I'd love to but I am busy. أنا عايز ألعب كرة ولكن معلش أنا مشغولة. يبقى هنا اختار حد أو هو هنا مش لازم تفتحوا المايك أو لا عايزينكم تفتحوا المايك وتتكلموا. الموضوع بسيط. مين دلوقتي؟ لنفترض دلوقتي يعني عايزة حد يعمل لي اقتراح عن watch TV. watch TV ياريت حد تاني. كل اللي رافعين ايديهم دول جاوبوا قبل كده. مين تاني مستعد ان هو يعمل اقتراح ويرد؟ دلوقتي احنا قلنا الاقتراح بتاعنا watch TV. تمام اتفضلي يا مريم.
What about watch TV? What about watching? ING مع what about? Watching TV. Perfect. That's a good idea. Perfect يا مريم. طيب لو أنا هرفض ممكن أقول إيه؟ I am not sure. Perfect يا مريم. تمام. I'm not sure. أو ممكن أستخدم أي حاجة من التانيين. I don't feel like it. That's a bad idea. Maybe some other time. I'd love to, but. Okay. طيب. يا رنا. عندي رنا. Okay. يلا. عايزين نعمل اقتراح عن read a book. أقول إزاي يا رنا؟ مايك يا رنا. تيتشر ينفع نقول رنا تيتشر I'm speak with a second رنا استني بس ثانية العنود تفضلي العنود بتقولي ايه تيتشر ينفع نقول this a good read a book It's good to read a book. هي تنفع اوكي بس ده مش اقتراح. انا بقول it's good to read a book يعني دي حاجة كويسة ان احنا نقرأ كتاب. ممكن يا رنا تنفع. ما فيهاش مشكلة. يلا يا رنا اتفضلي يا رنا. What about reading a book? Perfect. طيب نرد يلا. تفضلي يا رنا ردي سواء موافقة أو هترفضي هتقولي إيه؟ Yes, not a bad. Yes, not bad. Yes, not bad. صحيح ده لو أنت موافقة طيب لو هترفضي يا رنا؟ إذا أرفض I don't feel like Perfect. I don't feel like it. تمام؟ يبقى رنا قالت What about reading a book? لما وافقت قالت Not bad. يعني مش فكرة سيئة. ولو هي هترفض قالت I don't feel like it. Perfect يا رنا. Okay. طيب يلا. الاقتراح اللي بعده Play video games. اللي هو لعب ألعاب الفيديو. مين يقترح علينا؟ نورا. Okay. اتفضل يا نورا. يلا نور اقترحي ان احنا play video games برضو في مشكلة في المايك طيب ممكن انا اختار عشوائي من الحاضرين اختار انا اوكي عندي مثلا اريج اتفضلي اريج لو عايزين نعمل اقتراح عن play video games اقولها ازاي طيب نختار من الرافعين إليهم ندى تفضلي يا ندى اقترح اقول ازاي يا ندى play video games let's play video games perfect let's play video games let's تمام طب لو انت موافقه يا ندى هتقولي ايه that's a good idea that's a good idea perfect طب لو انت هترفضي او مش موافقه Maybe some other time. Perfect. Maybe some other time. ربما في وقت آخر نلعب كرة بعدين. نلعب ألعاب الفيديو بعدين. آخر حاجة عندنا meet at 10. عايزين نقترح إن إحنا نتقابل الساعة 10.
ها مين يقترح علينا ان احنا نتقابل الساعة 10؟ عايزين حد جديد. طيب يا جنى، جنى افتح المايك يا جنى. اقول ايه علشان نعمل اقتراح ان احنا نتقابل الساعة 10؟ تمام. صوتك بعيد بس يا جنى. من اول قاعد احاول صراحة. ايه اسمعين. ايوه سامعاكي دلوقتي يا جنى. اوكي ابدا. let's meet at 10 o'clock. perfect. let's meet at 10 o'clock. perfect. طيب لو انت موافقة يا جنى هتقول ايه؟ yes I love to. yes I'd love to. perfect. طيب لو انت مش موافقة؟ I'd love to but I don't want now. perfect. I'd love to but I don't want now. حلو. هنا يبقى دلوقتي perfect يا جنى. perfect. يبقى احنا هنا خلصنا اول موقف عندنا. اول موقف عندنا بيتكلم عن الاقتراح اخر مرة، وبعد كده هنبدأ في الموقف الثاني. قلنا ازاي نعمل اقتراح، نقترح على الاشخاص الاخرين ازاي. عندنا الاشكال بتاعه عمل الاقتراح: let's زائد infinitive اللي هو الفعل في المصدر بدون اضافه، what about زائد verb ing، how about زائد verb ing، why do we زائد infinitive اللي هو المصدر، shall we زائد المصدر، would you like to زائد infinitive يعني كان في حد طلب مني ان هو ان انا ترجمهم. let's يعني هيا، هيا بنا. what about و how about الاثنين بمعنى ماذا عن، what about و how about. why don't we يعني لما لا، لما لا. shall we بمعنى هل، shall we play هل نلعب، shall we study هل نذاكر، would you like to بمعنى هل تريد أو هل ترغب فيه. قلنا لو إحنا موافقين that sounds good يعني فكرة كويسة، أو هذا يبدو جيد، that's a good idea فكرة كويسة، not bad ليس سيء، yes I'd love to أيوة أنا أرغب في ذلك. لكن لو هنرفض هنقول I don't feel like it، ما عنديش رغبة إن أنا أعمل الحاجة دي، أو That's a bad idea. فكرة سيئة. Maybe some other time. ربما في وقت آخر. أو I'd love to but. أود أو أنا أرغب في ذلك ولكن. وبعد كده أبدأ أدي العذر. أوكي. طيب. هل في أي حاجة مش مفهومة في أول موقف اللي هو how to make a suggestion and to respond to it؟ هل في حد عنده أي حاجة مش فاهمها؟ أوكي تمام واضح؟ أوكي رنا تمام. Let's move to the second part of the lecture. يلا ننتقل للجزء الثاني من المحاضرة. الجزء الثاني بيتكلم عن asking about and giving opinion. يعني ايه asking about and giving opinion؟ يعني بسألكم عن رأيكم وكمان انتوا بتدوا لي رأيكم. يعني مثلا حد بيسأل، يعني انت بتسأل عن رأي الشخص في حاجة والشخص ده هيرد عليك ازاي، ده اسمه asking about and giving opinion. زي ما عملنا في الجزء الأول هيكون في عندنا conversation، عندنا محادثة أو محادثتين هنقرأهم الأول بدون أي شرح، وبعد كده نرجع نشوف المحادثين دول بيقولوا إيه. هنا عندي محادثة ما بين أحمد وخالد. أحمد بيقول هاي خالد have you watched the Harry Potter movie؟ هاي خالد هل أنت شفت الفيلم بتاع هاري بوتر؟ خالد رد عليه وقال له yes أحمد هاي أحمد yes I have watched this movie. هاي أحمد أيوة أنا شفت الفيلم ده. أحمد سأله وقال له What do you think of it؟ يعني إيه هو رأيك في الفيلم؟ خالد رد عليه وقال له I think it's a great movie. أنا أعتقد إن هو فيلم
عظيم، فيلم كويس. أحمد سأله وقال له What is your opinion about the actors؟ إيه هو رأيك في الممثلين؟ خالد قال له In my opinion, they are fantastic. They have great skills. خالد قال له في رأيي هم fantastic يعني مذهلين. They have great skills يعني عندهم مهارات كويسة. خالد قال له And what about you, أحمد؟ وماذا عنك يا أحمد؟ أحمد قال له I agree. It's a great movie, but for me, I prefer Iron Man. قال له أنا موافق إن الفيلم هاري بوتر فيلم كويس، ولكن بالنسبة لي أنا بفضل Iron Man. طيب، دلوقتي في محادثة وعايزين اتنين يقرؤوها. حد هياخد دور أحمد والتاني هياخد دور خالد. ها، مين يقرأ؟ Just read. Just. مين؟ عايزين حد جديد. عايزين حد ما قالش خالص. ممكن أنا أختار. أختار مين؟ في عندنا رائد. يا رائد لو ممكن تفتح المايك. وكمان في عندنا ليلى. رائد وليلى. ها مين تاني؟ مين؟ عايزة ناس جديدة تشارك. فممكن طيب هنضطر نختار من اللي رافعين ايديهم. يمنى وفواز يعملوا محادثه. يمنى فواز. تعالوا المايك يا يمنى وفواز. معلم اوكي. طيب مين المايك عنده في مفتوح؟ اول اتنين يفتحوا المايك. اوكي حمد وندى. السلام عليكم. وعليكم السلام يا حمد. اوكي حمد وندى يلا يا حمد ابدا. اوكي اوكي هاي خالد، هاف يو واتشد ذا هاري بوتر موفي؟ هاي احمد، يس اي هاف واتشد ذس موفي. وات دو يو ثينك اوف ات؟ I think it is a great movie. What's your opinion about the actors? In my opinion, they are fantastic. They have a great skills. And what about you, Ahmed? I agree that is a great movie, but for me, I prefer Iron Man. Iron Man. Perfect, Ahmed and Nada. Perfect. فعلاً perfect, excellent. طيب بالنسبة للمحادثة الثانية، المحادثة الثانية صغيرة، فعايزين حد جديد يشاركنا في القراءة. عندنا هنا محادثة ما بين سارة وآية. سارة بتقول Which subject do you think is more difficult, English, mathematics or science؟ هنا سارة بتسأل أي مادة دراسية أنت تعتقد إنها أكثر صعوبة؟ يعني إيه هي المادة الأكثر صعوبة؟ English اللغة الإنجليزية، Mathematics اللي هي الرياضيات، Science اللي هو العلوم. آية قالت لها In my opinion، في رأيي Science is the most difficult of all. في رأيي إن العلوم، مادة العلوم هي الأصعب، يعني هي أصعب مادة. علا ردت عليها وقالت لها I don't agree with آية، يعني أنا مش موافقة على كلام آية. I think mathematics is the most difficult one. أنا أعتقد إن الرياضيات هي أصعب مادة. سارة ردت وقالت I agree with علا. طيب هنا في ثلاثة بيتكلموا، سارة وآية وعلا، فإحنا محتاجين ثلاثة مش اثنين. مين يشارك معنا؟
المحادثة صغيرة جدا، يعني كل حد بس ممكن يقول جملة. مين يقرأ معنا؟ عايزة حد جديد يا شباب يا بنات؟ طيب ممكن فتحت. اوكي تمام يا نورة. ممكن في هنا بيان، يا بيان افتح المايك. Which subject do you think is more difficult؟ يا نور استني بس دقيقة لحد ما نشوف مين الثلاثة اللي هيقرأوا. اوكي إذا ممكن أشارك؟ اوكي البندري طبعا. اوكي يبقى دلوقتي عندنا نورة والبندري، في عايزين واحدة كمان أو شخص ثالث. أنا ممكن ولا؟ ممكن ندي فرصة لحد تاني؟ خلاص اوكي. اوكي طيب ممكن ندي مين؟ لمارو. مارو موجودة؟ اوكي. يس. يبقى دلوقتي الثلاثة نورة ومارو والبندري. حد هيقول سارة وحد هيقول آية وحد هيقول علاء. يلا مين هيبتدي؟ سارة. اوكي. أنا نورة. اوكي. اتفضلي يا نورة. Which subject do you think is more difficult, English, mathematics, or science? Or science. Maru? In my opinion, science is the most difficult of all. Hey, Al-Bandari? I don't agree with Aya. I think mathematics is the most difficult one. Perfect. وبعدين Maru? Noura, sorry, Noura? I agree with Ola. With Ola. Okay. I agree with Ola. ده كان بالنسبة لجزء reading. يلا نعرف القطع دي أو المحادثات دي بتتكلم عن إيه. هنا المحادثة ما بين أحمد وخالد. أحمد بيقول له هاي خالد. Have you watched the Harry Potter movie؟ هل أنت شفت فيلم هاري بوتر؟ خالد قال له هاي أحمد. Yes, I have watched this movie. أيوة أنا شفت الفيلم ده قبل كده. أحمد قال له What do you think of it؟ يعني إيه What do you think of؟ يعني ماذا تعتقد؟ إيه هو رأيك في الفيلم؟ يبقى لو أنا عايز أسأل شخص عن رأيه في حاجة هسأله وأقول له What do you think of؟ What do you think of this book؟ إيه رأيك في الكتاب ده؟ What do you think of my house؟ إيه رأيك في المنزل بتاعي؟ يبقى تاني لو أنا عايز أسأل عن رأي شخص رأيك إيه؟ هسأله What do you think of؟ وبعد كده هجيب الحاجة اللي أنا بسأله عن رأيه فيها. طيب هيرد عليه ويقول له إيه؟ أنا بسأله بقوله إيه رأيك؟ هيرد علي ويقول لي I think. يعني إيه I think؟ أنا أعتقد. يبقى هنا لو عايزين نسأل عن الرأي هقول What do you think of؟ لو عايز أرد بقى عايز أدي رأيي هقول I think وكمل I think it's a great movie. أنا أعتقد إن هو فيلم كويس. أحمد سأله What is your opinion about the actors؟ ما هو رأيك في الممثلين؟ يبقى هنا دي تاني شكل أو تاني طريقة نسأل فيها عن رأي الشخص. بنقول له What is your opinion about؟ What's your opinion about؟ يعني مثلا لما أقول What is your opinion about my car؟ ما هو رأيك في السيارة بتاعتي؟ What is your opinion about my ring؟ ما هو رأيك في الخاتم بتاعي؟ طيب رد عليه وقال له In my opinion في رأيي. يعني برضو هنا لما هاجي أقول رأيي يا إما هستخدم كلمة I think يا إما هستخدم In my opinion. In my opinion they are fantastic. في رأيي إن الممثلين مذهلين. They have great skills. يعني عندهم مهارات جيدة. And what about you؟ وماذا عنك؟ برضو أنا بسأل عن رأيه. فممكن نستخدم What about you؟ What about you؟ أحمد. أحمد قال له I agree that it's a great movie. أنا موافق إن هو فيلم كويس. But for me، ولكن بالنسبة لي I prefer Iron Man. يبقى هنا في عندنا ثلاث طرق أسأل الشخص عن رأيه. مين هم؟ يا إما What do you think of؟ What is your opinion about؟
What about you? طيب وعندي ثلاث طرق لإعطاء الرأي. أول حاجة I think أنا أعتقد وأكمل رأيي، أو in my opinion في رأيي وأقول الرأي بتاعي. طيب لو أنا موافق على الكلام اللي هم قالوه هستخدم I agree. I agree يعني أنا موافق. طيب نشوف القطعة التانية أو المحادثة التانية بتقول إيه. سارة وآية وعلا، سارة which subject do you think is more difficult؟ أي مادة تعتقدي أنها الأصعب؟ English, mathematics or science؟ اتفقنا عند إعطاء الرأي لو أنا هدي رأيي هقول in my opinion. In my opinion في رأيي وأقول الرأي بتاعي. In my opinion science is the most difficult of all. في رأيي إن العلوم هي أصعب مادة. علا مش موافقة على الكلام فهتقول I don't agree with Aya. I don't agree with Aya. أنا مش موافقة أو أنا لا أتفق مع Aya. I think أنا أعتقد mathematics is the most difficult one. أنا أعتقد أن الرياضيات هي أصعب مادة. سارة موافقة. I agree with علا. أنا موافقة أو أنا أتفق مع علا أن الرياضيات هي أصعب مادة. نيجي هنا للتلخيص بتاع المحادثتين. Asking for opinions. إزاي أسأل عن رأي الشخص؟ أول حاجة What do you think of؟ What do you think of يعني ماذا تعتقد؟ ماذا تعتقد فيه؟ What do you think of my house؟ What do you think of my dress؟ What do you think of my car؟ إيه هو رأيك في السيارة؟ النوع التاني أو الشكل التاني What is your opinion about؟ نفس الفكرة ما هو رأيك فيه؟ What is your opinion about؟ ثالث حاجة What is your point of view؟ Point of view بمعنى وجهة نظرك. What is your point of view يعني ما هي وجهة نظرك؟ وبعد كده بقى الحاجة اللي أنا بطلب يعني بطلب رأيه فيها. طيب لو أنا عايز أقول رأيي هقول إزاي؟ أول حاجة I think أنا أعتقد I think your house is beautiful. أعتقد إن منزلك جميل. I think. أو ممكن أستخدم in my opinion في رأيي. In my opinion your car is expensive. في رأيي إن السيارة بتاعتك غالية. أو for me بالنسبة لي for me I prefer Iron Man. بالنسبة لي أنا أعتقد أو أنا أفضل فيلم Iron Man. From my point of view من وجهة نظري وابدأ بقى أقول from my point of view your ring is so beautiful. من وجهة نظري الخاتم اللي انت لابسه أو اللي انت لابساه هو جميل جدا. طيب الجزء الأخير لو أنا حد قال رأيه شخص قال رأيه خلاص وأنا موافقة على الرأي بتاعه هقول I agree with you. يبقى لو أنا موافق على رأي شخص بنستخدم I agree with you أو I think you are right. أنا أعتقد إن أنت صح، أنت بتقول كلام صح. طيب لو شخص قال رأيه وأنا مش موافقة على الكلام اللي هو بيقوله يا إما هنستخدم I disagree with you أنا غير متفق معك أو I don't think so أنا لا أعتقد هذا. طيب في هنا طيب الأول نخلي حد مين يقول لنا بنستخدم مين لو عايزين نسأل عن رأي الشخص. ها مين يقرأ asking for opinions؟ بجد حد جديد يرفع إيده. كل رافعين ايديهم دول اتكلموا وشاركوا قبل كده. اي حد دول تلات اسئله بس. وعليكم السلام يا منى. عايزه تشاركي؟ فين منى؟ افتح المايك لمنى. ياكم الله يا منى. في حد تقريبا جديد رفع ايده. اتفضل يا منى.
لو احنا عايزين نسأل عن رأي الشخص هنقول ايه؟ بنسأله ثلاث أسئلة، ايه هما؟ طيب علشان الوقت، اوكي خلاص هناخد من الرافعين ايديهم. يلا يمنى، يمنى. What we use when we ask for opinions. طيب يا حمد. أستاذ نادتيني. أهلا مرحبا. طيب ما هنعتذر منك يا حمد، أنت اللي هتقول giving opinions. يمنى. أيوة أستاذة. تفضلي يا يمنى. بنستخدم إيه لو عايزين نسأل عن رأي الشخص؟ What do you think of? What is your opinion about? What is your point of view? Of you. Perfect, يمنى. تمام. طيب يا حمد. What shall we say when we give an opinion? بنقول إيه لو عايزين ندي رأينا؟ السلام عليكم. صوتي مسموع؟ وعليكم السلام يا حمد. أيوة سمعك. Giving opinions, I think, and in my opinion, for me, from my point of view. Okay. طيب يا ندى. Agree or disagree. لو إحنا موافقين أو مش موافقين على رأي الشخص هنقول إيه يا ندى؟ I agree with you. I agree with you. Perfect. اللي بعدهم يا ندى، كله قولي كله. Okay. I think you're right. I disagree with you. I don't think so. Perfect يا يمنى. تمام. Sorry ندى. Okay. يبقى هنا لو احنا موافقين هنقول I agree with you أو I think you are right. لو مش موافقين I disagree with you، أنا لا أتفق معك، أو I don't think so، أنا لا أعتقد هذا. The last exercise، آخر exercise معانا النهاردة. هنا بيقول إيه؟ Your turn، دوركم. Working pairs، working pairs يعني هنعمل في ثنائيات، يعني اتنين. الexercise ده محتاج اتنين. Ask your friend about his opinion about. شخص هيسأل، دلوقتي في اتنين، واحد هيسأل عن الرأي والتاني هيرد عليه. اللي موجود في الجدول بتاعنا أو في المربع بتاعنا your new house، يعني أنت هتسأل شخص عن منزلك الجديد والشخص ده هيقول رأيه. For example هنا what do you think of my new house؟ What do you think of my new house؟ إيه رأيك في بيت الجديد؟ الشخص التاني هيرد عليه ويقول له I think it is beautiful، أعتقد إن هو رائع جداً أو جميل جداً. بدل ما يقول What do you think of؟ ممكن يقول What is your opinion about my new house؟ إيه هو رأيك عن منزل الجديد؟ طيب مين يشارك معنا؟ إحنا هنا خدنا عن my new house أو your new house. عايزين حد يسأل رأيه عن car، عن السيارة، وحد يرد عليه. طيب مريم ومارو، وبعد كده رزان، ونشوف مين بعدها. طيب مريم ومارو. What do you think of my the car? My car. I think it's too expensive. Perfect يا مارو. صحيح. Perfect يا مريم. هنا What do you think of my car؟ إيه رأيك في السيارة بتاعتي؟ ردينا عليها وقلنا I think it is too expensive. في رأيي إنها غالية جداً. Okay. رزان ورنا، يلا رنا اسألوا عن favorite subject. يلا رزان هتقولي. What do you think of favorite subject? What do you think of my favorite subject? I think it is so good. I think it's so good أو I think it is so easy. إن المادة دي سهلة جداً. Okay. طيب
عايزين نسأل perfect سواء روزان أو رنا perfect. بعد كده your dress، عايزين حد يسأل رأيه في الفستان. مين يسأل ومين يجاوب؟ نقدر يعني ناخد من هنا السؤال والإجابة. طيب مين تاني يشارك؟ عايزين مين لسه ما شاركوش؟ أي في هنا أيفل رفعت أو رفع إيل؟ حد كمان؟ أوكي تيتشر. أوكي اسمك إيه؟ اسمي شهد. شهد اسمي جميل يا شهد. أوكي طيب أوكي. شهد ومين تاني؟ مين تاني يحب يشارك؟ طيب هنرجع تاني من اللي رافعين إيديهم ويمنى. شهد ويمنى يلا يا شهد هي. اسألي. أوكي تيتشر what do you think of my new dress? Perfect. What do you think of my new dress? هتقول إيه يا يمنى؟ I think it is so beautiful. Perfect. I think it is so beautiful. أنا من رأيي إن هو جميل جدا. Perfect. Okay. طيب. طب إيش ممكن أجاوب إجابة ثانية؟ ممكن تجاوبي تقولي مثلا in my opinion. مثلا in my opinion إيه؟ The color is very nice. In my opinion, the color is very nice. في رأيي إن اللون جميل جدا. In my opinion, model very nice. Perfect. Perfect. In my opinion, its model is very nice. Perfect. Okay. Model بتاع حلو. يا رنا. شكرا. طيب بعد كده عايزين نسأل عن the weather today. إيه رأيكم في طقس النهاردة؟ إيه رأيكم في الطقس؟ The weather today. مين يسأل ومين يجاوب؟ هل في حد جديد عايز يشارك معنا؟ If not, so يلا يا حمد. حمد وندى. أيوة. Okay, يلا. Okay, what do you think of the weather today? Perfect. طيب يا حمد معلش ممكن نغير what do you think of؟ اختار اي حاجه من الاثنين التانيين. Okay, and what's your point of the weather today? Hey, what is your point of view about the weather today? What's your point of view with the weather today? Okay, هترد تقول ايه يا ندى؟ It's a nice atmosphere. Not atmosphere. خليها weather. Okay, it's a nice weather. It's nice out. The weather is nice. Perfect. ممكن نقول I think أو in my opinion it's very nice. For me it's very hot. I think it's too cold. فنحن سواء الطقس عندكم إيه بس هنا في مصر وحر جدا فاحنا دلوقتي نقول I think it's too hot. لكن لو الجو كويس زي ما ندى قالت in my opinion it's very nice. Okay. آخر حاجة عندنا the movie. اسألوا عن رأيكم في الفيلم. مريم ومارو. أقول إيه يا مريم؟ What do you think of the movie? طيب يا مريم ممكن تستخدمي لي الشكل الثاني أو السؤال الثاني؟ مريم تفضلي. What is your opinion about the movie? Perfect. What is your opinion about the movie? يلا يا مارو هترد تقولي ايه؟ For me, it is very good. Perfect. For me, it's very good. It's exciting. الفيلم يعني مشيق. لما نقول مثلا it's very boring. الفيلم ممل جدا. طيب. دلوقتي مارو قالت إن هو it's very good. For me, it's very good. بالنسبة ليا الفيلم كويس جدا. طيب يا رزان لو أنت موافقة على إن الفيلم كويس هتقولي لها إيه؟ هترد تقولي إيه؟ I don't think so. خلاص تمام أنت كده مش موافقة. رزان قالت I don't think so. أنا لا أعتقد هذا. يعني الفيلم مش كويس. طيب لو أنا يا رزان عايزة أوافق وأقول إن الفيلم فعلا حلو
أختار مين أو أقول إيه؟ أول I think you're right. I think you are right. تمام، أعتقد إن أنت على أو أنت صح. أو I agree with you. ولو أنا مش موافقة إن الفيلم مش حلو، فأنا ممكن أقول I disagree with you أو I don't think so. Okay, perfect. كده إحنا خلصنا محاضرة النهاردة. محاضرة النهاردة أخذنا two situations، موقفين اتنين بس، اللي هما how to make a suggestion and how to respond to it. إزاي نعمل اقتراح وإزاي نرد عليه. والموقف التاني خدناه اللي هو asking about and giving opinion، بنسأل عن الرأي وكمان أو إحنا بنقول رأينا، ولو إحنا موافقين أو مش موافقين بنتصرف أو بنقول إزاي. طيب كده إحنا وصلنا للنهاية بإذن الله. علشان كان في حد أو في بنت سألتني في الأول عايزين نقول إيه لو يعني كنت نشوف الرسالة، عايزين بعض الجمل أو الكلمات اللي بنحتاجها مع المسافرين. بإذن الله هنحاول في محاضرات تانية نعمل مواقف أكتر، ولو مثلاً أنتوا عايزين أي حاجة معينة أو أي مواقف معينة طبعاً أنتوا تعمل لكم جروب على الواتساب، لو في حد عنده حاجة معينة عايزها تتشرح له ممكن تقولوا رأيكم أو يعني تكتبوها على الجروب بتاع الواتساب، على أساس لما نعمل محاضرة بعد كده نبقى عاملين حسابنا الحاجة اللي أنتوا محتاجينها فعلاً. أوكي؟ طيب في بعد كده يعني سلسلة محاضرات على نفس النوع؟ بإذن الله هنحاول بشكل كبير جداً إن احنا نعمل سلسلة من المحاضرات بالنوع ده. أيوة، نبغى يعني الأسئلة اللي بتيجي في المقابلات الشخصية كيف يعني نرد عليها وزي كده يعني. بيرفكت يا منى، تمام. هوصل برضو الحاجات دي للإدارة ونحاول نعمل لكم فعلاً محاضرة أو أكتر من محاضرة عن المقابلات الوظيفية، بس طبعاً لازم نرجع للإدارة هم اللي هيقولوا أيوة أو لا. إن شاء الله بإذن الله. طيب، وإحنا نستاهل. إيه؟ عايد طيب وإحنا نستاهل. حقيقي عايد طيب. يعطيك العافية يا أستاذة. تفضل يا حمد. الله يسعدك. حبيت أسأل عن المحاضرة التالية حقت الستب. نعم، بسأل عن المحاضرة التالية حقت الستب، متى راح تبدأ إن شاء الله؟ المحاضرة الدورة. الدورة أعتقد أنها تكون، هو في دورة شغالة دلوقتي اللي هي دورة مايو، ولكن الدورة الجديدة هتكون بعد العيد، هتبدأ بعد العيد بإذن يعني الله. ما راح تكون قبل العيد يعني؟ لا لا، لأن في دورة شغالة دلوقتي هتخلص تقريبا الأسبوع الجاي، فلكن الدورة الجديدة مش هتكون غير بعد العيد. طيب يعطيك العافية. انت بالدورة توهم بعد الدورة جديدة بإذن الله يا روزان. بإذن الله دكتورة، ممكن يعني بعد تتكلموني عن المطارات ودي يعني كيف أسوي إذا سافرت مثلا؟ أوكي تمام يا روزان. أنا فعشان كده بقول لكم لو انتوا فعلا الحاجة أو المواقف اللي انتوا محتاجينها ممكن تكتبوها على الجروب اللي على الواتساب بتاع الـ تفضلي يا حمد. لو حد عايز يخرج خلاص كده احنا خلصنا، تقدروا تكتبوها على الجروب بتاع الواتساب علشان لما نعمل نبقى ناخد الحاجات اللي انتم محتاجينها فعلا. طيب دكتورة نقدر نتصل معك؟ روزان بتقول ايه يا روزان؟ كيف نقدر نتواصل معك؟ هيا انا؟ ايوه هو عمتاً أنا موجودة معاكم في الجروب اللي على الواتساب، فأنتوا ممكن تدخلوا هتلاقوا رقمي موجود في الـ إيه؟ طيب يا دكتورة حطي نقطة عشان أعرفك. أوكي تمام. طيب في حد تاني كان بيتكلم، ممكن تكون محاولة جاية مقابلة شخصية في وظائف. هحاول يا شهد، تقريبا شهد، ان احنا نعمل الموضوع ده، المقابله الشخصيه، المقابلات الوظيفيه، في طلب كتير عليها. استاذه ايوه نعم؟ ايوه انا اللي قلت لك على المقابلات الشخصيه، بس كيف نعرف اذا في محاضره قادمه؟ هترسلوا لنا على نفس الواتساب؟ بالضبط، بنرسل على نفس الجروب لو في اي حاجه. دكتوره ايوه تفضلي.
متى راح تكون مواعيد المحاضرات الجاية؟ لسه والله العنود ما نعرفش، بس هنحاول، ولكن مجرد ما يكون في محاضرة هنعلن عنها قبلها بكام يوم علشان تكونوا عارفين ان في محاضرة. لكن هل أهم شيء الويكند لا تحطه. حاضر، هنخلي بالنا المرة الجاية ان ما تكونش في الويكند. حاضر. الأسبوع ده كويس لأنه يعتبر أسبوع ما قبل الاختبارات، يعني مواعيده كويس، بعد كده هتبدأ الاختبارات يعني صراحة. إيه دكتورة، قبل اختباراتنا لحق ستيب، فعندنا هذا الأسبوع كويس يعني في مجال. أوكي يومنا حاضر والله، هتواصل مع الإدارة وحاول أو نشوف أقرب معاد للمحاضرة. هديني الستيب المحاضرة دي ما في الستيب. تاني يا روزين، الستيب مالها؟ قول حقين الاستيب اللي داخلين الحين المحاضرة عشان الاستيب، وقول المحاضرة دي ما لها علاقة في الاستيب. هي المحاضرة دي ما لهاش أي علاقة بالاستيب، ولكن المحاضرات التانية اللي هي الخاصة يعني هي دورة خاصة بشرح استيب، فهي بتكون خاصة بيها، لكن إحنا محاضرات جانبية أو بعيدة عن الاستيب. نخرج يا أستاذة خلاص؟ خلاص كده عشان ما نطولش في الوقت، فاحنا كده محاضرتنا انتهت. بإذن الله هنكون على تواصل على المحاضرة الجاية وهيتم الإعلان إن شاء الله. إن شاء الله إن شاء الله يا رب. شكرا، يعطيك العافية دكتور، مع السلامة، توفيق.